لهذه المبادره راه بدات ديال واحد منذ ديال 3 اسابيع اللي فيها اعاده الهيكله ديال وسط المدينه بما فيهم شارع الامين مولاي عبد الله والازقه اللي مجهوره لها، حيت بزاف الناس كيمشيو غلطانين كيقولوا شحال البرنس، لا كاين شارع الامين مولاي عبد الله وكاين دوك لي تخوا غويا اللي نازلين لساحه الامم المتحده باش تكون واحد لا كونيكسيون بين 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 الامم المتحده مع البرنس مولاي عبد الله. هذه النقطه الاولى في هذا البرنامج. كاين من ناحيه الاشغال هو غيتبدل لو كارلاج وغتكون واحد الاناره سماويه و بعض الاشجار غادي تحيدوا لان بزاف الناس تخلعوا على هذوك الاشجار اكسيتيرا، دونك غادي يكونوا فعلا تغييرات بزاف ولكن غادي نخليو كلكو اشجار اللي غادي يعطوا واحد الجمال واحد المنظر في هذا لو دومين. الحاجه اللي شويه عطلتنا وعطلت صحاب لي طرافو هاد اليومين هي واحد المشكل لقاو في لاسينيسمون. هذا المشكل اللي جعلهم باش يحبسوا لان ما يقدروش يكملوا اكثر، اللي يوقع شي مشكل مع الماء ومع الضوء ديال جميع المتاجر، دونك تسنى واحد تقريبا واحد يومين ريتما ياخذوا لاكور لا فاليداسيون عند ليديك اللي عطاهم الموافقه اللي جعلهم هذا الصباح باش كما شفتوا بداوا دابا كيحفروا. دابا في لا بروميير ترونش بداوا في لي ترافو ديال الحفير، دابا باش يدوزوا على لاسينيسمون ديال لي زيكو، وعاد موراها ان شاء الله غادي يكونوا لي طرافو اللي غادي يبداو في ديكاباج. الاتفاقيه اللي درنا مع السلطه المحليه في الشماعات اكسيتيرا حتى حنا غادي تكون واحد المبادره من جهتنا، هي حتى حنا غادي يكون واحد ان بلوس. هذا لو بلوس شنو هو؟ هو باش جميع لي كوميرسون يحاولوا يزينوا الواجهه ديال المتاجر ديالهم، راه تما غيكون هاد الهيكله، وغادي نحاولوا نشوفوا شي شركه اللي غادي نشوفوا معها واحد المارشي ديال نعاودوا كاع لي باش اللي غادي يكون واحد لي باش يكونوا كلهم ايدونتيك بحال اللي غادي يعطيو واحد المنظر بحال في جميع المتاجر. وكذلك غادي نضيفوا على هادشي واحد شركه ديال الامن الخاص اللي غادي نعقدوا معها واحد الكونترا سنوي اللي غادي تجعل على تسهر على الامن هنايا بيان سور بتنسيق مع الامن الوطني ومع السلطه المحليه اكسيتيرا، ولكن غادي تكون واحد لي فيجيل لا يكونوا هنا غادي اوسي بيان بالنهار وبالليل. وكنشكروا الجمعيه ديال البرنس اللي تبارك الله واقفه بهذا. كان البرنس اللي ما كانش اللي ما هبطش البرنس ما هبط ما شافش والو، لا البرنس ولا شارع محمد الخامس، وكنتمناو مع هذه الاشغال هذه ان شاء الله يرجع احسن ما كان، وكنتمناو الله التوفيق وان شاء الله البرنس يرجع في ايام التاريخ. راه كان اللي ما هبطش راه ما كاين والو. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.